لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا مع أعمال تدخلك الجنة، ومنها الحج المبرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال أيضا صلاة 12 ركعة كل يوم وليلة. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله تعالى في كل يوم وليلة 12 ركعة بني له بيتا في الجنة، أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد العصر، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء، أي صلاة الفجر. أخرجه الترمذي والحاكم. ومن الأعمال أيضا أربعة أشياء، أولها إفشاء السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام بينكم، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه ابن ماجه وغيره. ومن الأعمال أيضا ستة أشياء، أولها الصدق. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا واعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال أيضا سيد الاستغفار، وهو أن يقول العبد في ضراعة وتبتل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. ومن الأعمال أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي باب شئت من أبوابها. أخرجه ابن حبان في صحيحه. ومن الأعمال أيضا التجاوز عن المعسر في الدين. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل: ما كنت تعمل؟ فقال الرجل: إني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر وأتجاوز عنه، فغفر الله تعالى له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.